وعقب القمة أكد سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة خلال مؤتمر صحفي أن بيان العلا جاء ليعزز أواصر الود والتآخي بين شعوب مجلس التعاون الخليجي، كما أكد على ترسيخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بين دولها. أكد بيان العلا على ما يربط بين دولنا من علاقات وثيقة راسخة قوامها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك يدعوها لمزيد من توطيد تلك العلاقات وتغريب مصالحها العليا، بما يعزز أوصار الود والتآخي بين شعوبها ويرسخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بينها ويحقق أعلى صور التعاون بينها في مختلف المجالات، وبما يجنبها أي عراقيل قد تحول دون تكاتفها وتعاونها، حيث أكدت الدول الأطراف تضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، ووقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها، وتكاتفها في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون الداخلية لأي منها، وتعزيز التعاون في مكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الإرهابية أو التي تمس أمن أي منها وتستهدف استقرارها. كما تضمن البيان التزام كل منها بإنهاء جميع الموضوعات ذات الصلة، وذلك انطلاقا من حرصها على ديمومة ما تضمنه البيان، وأن يتم من خلال المباحثات الثنائية تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها، وبخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة بجميع صورها. لقد التقى سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله هذا اليوم بأشقاء أصحاب الجلالة والسمو بمشاركة جمهورية مصر العربية في قمة كان عنوانها المصارحة والمصالحة، وفضت إلى طي صفحة الماضي والتطلع إلى مستقبل يسوده التعاون والاحترام بين جميع الدول المشاركة بما يحفظ أمنها واستقرارها.